ما تكلمي ياسين يا جمالات والنبي نطمن عليه، مش عارفه قلبي واكلني عليه ليه. يا اختي خليكي في نفسك وشوفي اللي انت فيه، انا ياسين اخويا ما يتخافش عليه، وبعدين ده تلاقيه هو يا حبيبي اللي قلقان علينا وشايل همنا. ما ده اللي قلقني، نباله هنا وهناك. طيب انا هكلمه لك، بس كلي الاول خلاصي اكلك. مش قادره يا جمالات بجد، خلاص كلميه بقى اطمني عليه. حاضر. ما بيرد، شكله نايم. طب كلميه تاني. لا ما هو شوفي بقى كده عشان تعرفي من اولها، انا اخويا ما بيكرهش قد الكذب والزن، يعني لو عايزه تكسبي قلبه بجد ابعدي عن دول. لا وانا اكسب قلبه ليه ان شاء الله؟ انا ولا في دماغي. يا سلام يا اختي، تكسبي قلبه زي ما كسب قلبك. تكونيش فاكراني هبله ومش واخده بالي. يا ست العفو، انا اللي هبله وباين عليا. بس عليكي هبله ليه، ده الحب ده اجمل حاجه. يا سلام على الست وهي بتقول على الحب تصحى ايامنا، عالشوق تنام ليالينا. الله يرحمها كانت بتفهم. وانتي كمان طيبه ونضيفه وجدعه. عارفه انك بتفكريني بام ياسين الله يرحمها. انا عرفت يا بنت اخويا متمسك بيكي وماسك فيكي بايديه واسنانه ليه. بتتكلمي بجد والنبي يا جمالات؟ يعني انت شايفه كده؟ لو انت مش شايفه كده تبقي البعيده عاميه. امال ما بيتكلمش ليه يا اختي؟ القطه كلت لسانه ولا بيجي عندي انا ويقطم ولا ايه؟ لا ما بيتكلمش عشان هو ياسين الرفاعي، بيبقى حاسس الحاجه بيكتمها في قلبه. ويكتم في قلبه ليه؟ مش انت بتقولي ان انا هبله وباين عليا؟ ولا يكونش يعني مكسوف مني عشان زي ما انت شايفه كده انا فين وانتوا فين؟ ايه العبط اللي انت بتقوليه ده؟ لو كان على اخويا نفسه يقول للدنيا كلها انه بيحبك، بس هو يا حبيبي عشان الظروف اللي هو فيها دي خايف يعني يربطك بيه، وهو مش عارف الايام شايله له ايه. يا ستي انا راضيه، هو ماله؟ ما هو رضاكي وتبتك دول هم اللي مجننين. يا ستي بعد الشر عليه من الجنان. كلميه بقى يلا اطمني عليه. يوه تاني؟ كلميه والنبي يا جمالات. ماشي. ده التليفون مقفول. يا لهوي اتقفل؟ لا يكون حد خاطفه ولا حد عكسه في الشارع. هو ايه العبط اللي انت بتقوليه ده؟ اهدي بس كده وما تخافيش، ده تلاقي التليفون بس قطع شحن من كتر المكالمات. طب كملي اللي كنت بتقوليه. كنت بتقولي بقى ان انا شبه امه يعني وكده. اشترك في باقات واتشت الشهريه ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه ب 149 جنيه و99 قرش.